شكر احمد سعد من هنا. استاذ احمد اتفضل. استاذ وائل، تحب حضرتك وللمستمعين وجمهور مصر العريض، اتفضل. اذا كان الاعلام مرآه تعكس الواقع الاجتماعي للمجتمعات، فانا ارى ان ترشيح دم المصري في حاله فوزها سيكون المجتمع المصري مجتمع راقص جيد، وفي حاله فشلها مجتمع ايه؟ راقص. لا يعني لا، هل لو فاز يعني لا استطيع ان انا يعني اقول ان المجتمع ابنيه على حد يمتهن مهنه معينه، وهي يعني بتقول لك هي بتشتغل نجمه استعرض، بس هل ممكن ابني؟ بعد اذن حضرتك اسجل يعني رايي كرجل صعيدي من صعيد مصر. طيب انت لا، بس انا معترض على انه سيكون مجتمع راقصا دي. اذا يا فندم، هي الاعتراضي بس يا فندم، لانها ممكن تنجح، فيبقى انت وصمت المجتمع بانه راقص. احترم راي حضرتك، ولكن الاعلام لابد ان يوجه الجماهير الى ما هو خير، لما هو افضل. لكن لما اجيب كمال غاز وتتكلم في التلفزيون وتقول انا مرشحه، وهناك من يؤيد ترشيحها ويرى ان مهنه الرقص مهنه عاديه، مهنه الرقص ليست عاديه، مهنه الرقص مهنه لا يعني لا يتجه اليها الا من نقصت عقولهم، فهي ليست كامله العقل وليست كامله الرشد، لان المجتمع لابد ان يحفظ عاداته وتقاليده وعادات المجتمع المصري، عادات تحافظ على الكيان، هي تعري جسدها، فهي أحسن جدا. أقول طيب، ما احنا بنناقشها من هذه الزاوية يا أستاذ أحمد. أنا كل القضايا قابلة للمناقشة. أنت بتتفرج على الرأس؟ لكن يا أستاذ وائل، أستاذ أحمد عفوا. طب هي عايزة تسألك سؤال يعني، اتفضل. أستاذ أحمد، هو أنت حضرتك بتتفرج على الرأس ولا لأ؟ أتفرج على الرأس. بتتفرج حضرتك على الرأس؟ أتفرج على الرأس أمام أولادي، فعندما اخجل ان اتفرج على الرقص امام ابوي او بين نفسي اخجل، فاذا انا ارى شيء. يعني حضرتك ما بتتفرجش على الرقص يا فندم؟ حضرتك ما بتتفرجش على الرقص؟ واتفرج على الرقص ليه؟ طب حضرتك عرفت منين بقى ان انا رقاصه؟ يا استاذ احمد، استاذ احمد، حضرتك عرفت منين ان انا رقاصه؟ الفنون كثيره، ان اسمع شعر، استطيع ان اسمع اغنيه جميله. ايوه، انت عرفت منين ان انا برقص؟ انت عرفت منين ان انا رقاصه؟ عرفت منين؟ لا تملكين غير حركات تثير انت بتشوف الحركات كمان؟ انت لا تملكين فكر، انت لا تملكين عقل. انا ايه؟ انت ذاهبة العقل تماما. انا ذاهبة العقل؟ اذا كنت ما تعرفنيش اصلا ولا بتتفرج عليا، ذاهبة العقل ازاي يعني؟ اذا انتخبت دايرة عابدين راقصة فعفوا. انت عرفت منين ان انا رقاصة؟ انت رد عليا، عرفت منين ان انا رقاصة؟ قول يا عابدين ايه؟ يا فندم قال عابدين ناس ايه؟ ثواني بس. هو قال لك انت تحدد الصوره بطريقه الرقص، هو البديل انك تبقى راقصه. انت عرفت وصلت الراقصين برضه. رد عليا، انت عرفت منين ان انا برقص؟ شفتني برقص فين؟ واشوفك ليه؟ طب خلاص، ما تتكلم ليه عن ان انا رقاصه يا عم؟ يا فندم انت مختلف الفكر. مين اللي مختلف الفكر يا عم؟ مش كده، اتكلم كويس. لا يجوز ان تمثل مصر راقصه. يا سيدي انت تعرفني اصلا؟ استاذ استاذ احمد، اتوجه ليك بالشكر. خلينا يا جماعه نتفق معاك.